نطلب من الله السميع العليم زي ما علم مصر في قرآنه وذكرها في قرآنه وتجلى على مصر في سينا في سيناء وبعث رسله وبعث أنبياءه وبعت وربنا سبحانه وتعالى فتح مصر سيدنا عمرو بن العاص والرسول عليه افضل الصلاه والسلام وصى كل الناس باهل مصر التواصوا بمصر خيرا انك يا رب يا رب يا رب يا ارحم الراحمين زي ما كده هنيت مصر بسيدنا يوسف وسيدنا موسى وستنا مريم الطاهره وسيدنا عيسى وزي ما هنيت مصر بالخليلة بحبيبك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي بنى الكعبة زي ما هنيت مصر بالصحابة وبأولياء الصالحين وبأولياء الصالحين هني مصر بملك صالح هني مصر بملك صالح يا رب اشبع أهلها بمن خيراتك اللهم أنك قلت قولك الحق ولو آمنوا أهل الكرة لأنزلنا عليهم بركات من السماء والأرض اللهم انزل على مصر بركات من السماء والأرض اللهم اهد العاص فيهم اللهم اهد العاص فيهم واصلح حال كل الناس يا رب في مصر وحنن قلب الناس كلها على بعض يا رب يا رب احنا مش عايزين حاجة الله نعيش في أمن وأمان ونعيش كده يا رب في رخاء والأيام اللي فاتت كده تبقى كابوس كده وعدة والايام اللي جايه كده يا رب تكون الايام اللي انت رضيت علينا فيها يا رب بحق رجب يا رب وشعبان وبحق رمضان بحق شهر رجب المفترج عندك شهرك الحرام يا رب استجاب اللهم استجب لي يا رب اللهم استجب لي يا ارحم الراحمين اللهم اني دعيت لمصر في السعوديه ودعت لها وانا ساجده اللهم تقبل دعائي لمصر واهل مصر وشعب مصر وكل الناس اللي بيحبوا مصر اللهم اهد كل عاصف مصر اللهم طهر قلوبهم اللهم طهر قلوبهم يا رب اللهم اجعلهم احباب اللهم الف بين قلوبهم يا حبيبي يا سيدي يا اللي قلت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبكم ولكن الله الف بين قلوبكم ولكن الله هو اللي ألف بين قلوبهم اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم ألف بين قلوب المصريين يا رب اللهم ألف بين قلوب المصريين اللهم اجعلهم متحبين اجعلهم على قلب رجل واحد اللهم اهد كل واحد فيهم يا رب اللهم اصلح حال شبابنا واصلح حال بناتنا ارزقهم الحياة وارزقهم الخشوع يا رب العالمين واصلح حال مصر اللهم اصلح حال مصر اللهم اجعل مصر زي ما قلت يا رب في القرآن اهبطوا مصر فإن لكم ما شئتم وادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ولكم في مصر ما سألتم وذكرتها في قرآنك في أكثر من آية اللهم اجعل مصر أمنة مطمئنة واجعل اهلها من الصالحين واجعلها علم منير لكل بلاد العالم اجعل مصر علم منير لكل بلاد العالم اللهم اجعل مصر علم منير لبلاد العالم يا رب العالمين زي ما اكرمتها بانبيائك وزي ما اكرمتها وتجلت عليها يا رب وانت بتكلم سبحانك سيدنا موسى وتجلت على مصر ما تجلتش على اي بلد ولا على اي دولة من دول العالم الا على مصر والحمد لله يا رب احنا في خير برضو ونحمدك ونشكرك واحنا في رخاء برضو واحنا في امن وامان برضو الحمد لله الحمد لله كل الحاجات الوحشة هتعدى على خير وان شاء الله باذن الله يا رب وباذنك وبكرمك وبرحمتك علينا مصر هتبقى هي الحلوة اللي انت بتحبها يا رب واللي انبيائك شرفوها وشرفتها بانبيائك ومرسلين سيدنا موسى وسيدنا عيسى وستنا الطاهره وستنا مريم والانبياء كلها كانوا في مصر وستنا ساره وستنا هاجر من مصر وسيدنا الخليل ابراهيم حبيبك خليلك خليته كده في مصر يا رب واكرمت مصر بيهم
واكرمتنا بيهم يا رب. الحمد لله يا رب، وان شاء الله باذن الله بامرك انت مصر هتبقى احلى بلد. انا ان شاء الله انا مؤمنه بيك باذن الله ان هي تبقى احلى بلد. انا عندي ايمان وعندي يقين، وعندي يقين يا رب ان مصر هتبقى احلى بلد ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، زي ما قلت في القران، واما الجفاء هيذهب، وفيما معناه واما ما والزبد هيبقى جفاء وينشي، وما ينفع في الناس وما ينفع الناس هيمكث في الارض. كل اللي هينفع في الناس هتمكنوا في مصر، كل اللي هينفع الناس هتمكنوا في مصر ان شاء الله. وربنا يرفع يا رب ويرزقنا بملك صالح، ربنا يرزقنا بملك صالح بسر الفتحه، بسر الفتحه في شهر رجب، بسر الفتحه يرزقنا بملك صالح، ملك يكون عنده تقوى ودين، ملك يكون كل الناس زي بعضيها، العالي والواطي يكونوا زي بعضيهم، زي بعضيهم عنده، ما فيش عالي ولا في واطي، يبقى كلنا كده زي بعضينا. الفتحه يا رب، الفتحه نسألك يا رب بسر الفتحه، ان يا رب تمكن للملك اللي هيبقى في مصر ده تديله الصحه وتديله العافيه وتقويه وتحفظه من كل شر وتحميه من كل شر يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين يا رب. اللهم غير حال مصر من حال الى احسن حال. اللهم يا ارحم الراحمين، لا يملك في ملك الله الا بمراد الله، لا يملك في ملك الله الا بمراد الله. اللهم يا رب ان ملكت ملك صالح انك تحفظه وتقويه وتحميه وتحفظه يا رب، زي ما قلت كده للرسول في القران، وان نعصمك من الناس نسال الله ونسال نسالك يا ارحم الراحمين ان الريس القادم تعصمه من الناس، تعصمه من الشر، وتجعل الخير كله في ايديه، وتجعل النشفه في ايده تبقى خضره، والحته اللي يحط رجله عليها تخضر، والحته اللي يحط عليها يشاور عليها بايديه تبقى فيها البركه، تبقى فيها بركه سيدنا يوسف. ان ربنا جعل خزائن مصر هي في مصر، خزائن الارض في مصر، خزائن الارض في مصر. اللهم اجعل الرئيس القادم فيه بركه سيدنا يوسف، اللهم اجعل الرئيس القادم فيه بركه سيدنا يوسف، اللهم اجعل الرئيس القادم فيه البركه يا ارحم الراحمين. اللهم عوض مصر وشباب مصر وبنات مصر وولاد مصر من جامعهم من مشرق مصر لمغربها، تعوضها خير وترزقنا فيها الامن وترزقنا فيها الامان، وشعوب المسلمين اجمعين يا ارحم الراحمين ارفع عنهم البلاء يا رب العالمين. اللهم اني اتوسل الى رحمتك، اللهم انك استجبت يا رب العالمين، استجبت يا رب العالمين لكل اللي دعوك، اللهم استجاب لي دعائي صادق يا رب. والله يا رب دعائي صادق، وانت اللي تعلم ان انا دعائي صادق، وبدعي لمصر وشعبها وانا ساجده. اللهم استجب برحمتك وبكرمك بحق قرانك وبحق ملائكتك وبحق كرمك وبحق رحمتك، انك تبارك في ملك مصر القادم. اللهم يا رب اتوسل اليك يا رب، ما اموت الا ما اشوفه، لما اشوف مصر زي ما انا عايزه يا رب، يا رب اشوف مصر زي ما انا نفسي، نفسي كل الناس تاكل من خير مصر اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها خزائن الارض ومكن فيها سيدنا يوسف، ومكنا لك في الارض وهي مصر، وجعلنا لك وجعلنا خزائن الارض، وجعلنا لك خزائن الارض وهي مصر. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب بسر الفاتحه. الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
في كل وقت وفي كل حين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، إنك يا أرحم الراحمين بفضلها اتمكن لمصر الخير. سبحانك يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم ارزقنا يا رب وارزق مصر وشعب مصر من غير حساب يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا رب يا عبودة يا ابني، السنة الجاية بأمر الله لو عشت وطال أجلي نبقى أنا وأنت في الكعبة إن شاء الله. تستجب يا رب، يا رب استجب يا رب. الحمد لله. ستي دي أمنا. دي بقى الست أمنا، أم الكابتن عبودة النينجا. ربنا يخليها لنا يا رب، ربنا يخليك ويحفظك يا أم علينا يا رب. يا رب يا رب يا ابني يا ربنا يا رب كسبك وحبب فيك الناس. يا ربنا يبارك في مصر كلها يا رب، وحبب الناس في مصر يا رب، ويبارك في مصر ويبارك في الملك الرئيس القادم يا رب يا ولي الصالح. يا ريت الواحدة تنتخب مليون مرة عشان انتخبه مليون مرة يا رب الحبيب. يا ريت والله انتخبه مليون مرة عشان انا بدعي على ملك مصر القادم. ربنا يعزه، ربنا يكسبه يا رب، ويجعل في قلبه رحمة من نواحينا يا رب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.